دكتور في إحدى الكليات، كليات التقنية، دخل الإسلام منذ 3 سنوات، منذ 3 سنوات دخل الإسلام، ودخل في هذا الدين في هذه البلد في عمان. والعجيب في الأمر، رغم أنه حديث عهد بالإسلام، إلا أنه يعرف كل شيء في الأحكام الإسلامية، شيء عجيب. مرة من المرات هذا الدكتور رأى فتاة وشابا طلابه جالسين متقابضين بالأيادي، متقابضين عن طير عنه، متقابضين بالأيادي. في اليوم الثاني جاء هذا الدكتور، وكان يوم الجمعة، ظهر أن الدكتور يعني ساكن قريب من السكنات، أو أنه رآهم يعني قريب من السكن أو شاهدهم، المهم كان في يوم الجمعة. لما جاء الدوام صباح السبت، أيام ما كانت السبت دوام، قال في القاعة لهذه الفتاة، قال لها: فلانة، ماذا كنت تفعلين بالأمس؟ مرة عرفت، فنكست رأسها حياء، عادت تنكس رأسها حياء، خجلت من الدكتور الفلبيني اللي درسها، ولم تستحي من الواحد العلام: إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا كان الحياء من الناس أعظم من الحياء من الواحد الديان سبحانه وتعالى. ثم قال هذا الدكتور الفلبيني لهذه الفتاة: إنما تفعلينه حرام، رفع صوته هكذا، إنما تفعلينه حرام. فالطلاب ما يقولوا له، يقول: دكتور مالك انت كذاك، مالك انسان قف وما عندك يعني عواطف، يا اخي خلهم يعيشوا على الرومانسية. قال: هذه الرومانسية مرفوضة في الإسلام، لأنها مالهم، لأنهم أجانب، لا إشكال، باي الرومانسية مع زوجش، باي تتزيني وتتشيكي مع زوجش، لكن خارج لا، ما حالش، لا تعطينا المجال للآخرين. والعجيب في الأمر أنه لو أحد ضايقها نظر إليها قالت: هذا قليل أدب، هذا ما متأدب، هذا باغي أدب،